السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. منذ قليل فقط صدور أمر رئاسي من رئيس الجمهورية قيس سعيد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي يمكن هو ثاني أمر لديه أهمية منذ المراسيم والأوامر اللي أصدرهم رئيس الجمهورية بعد النص متاع الدستور. اليوم رئيس الجمهورية يعني يصدر مرسوم تنقيح القانون الانتخابي برائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 15 سبتمبر 2022. نحكيه على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014، اللي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء. المرسوم هذا يعرف القائمة المترشحة ولا المترشح وإلا الحزب بأنه القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، أو المترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية، أو الحزب في الاستفتاء، هذا حسب نظام الاقتراع المعتمد في كل انتخابات. حبيت نختار لكم أبرز النقاط. هو المرسوم هذا طويل، فيه بارشة يعني فصول، وصدر في يعني في 18 صفحة تلقاوه، صدر زادة تلقاو الدوائر الجديدة اللي أحدثت. ما عادش مثل كل ولاية مثلا دائرة واحدة، وليت معتمدية كي تبدأ المعتمدية كبيرة، وإلا ساعات كي يبديو هكا معتمدية صغار ولا قرب لبعضهم يتحطوا مع بعضهم زوز، مع بعضهم ثلاثة، مع بعضهم يترشح عليهم واحد، فك المناطق هذيك الكل. به خليني نختار لكم أبرز شنو جاي يعني في هذا المرسوم. به اللي نص عليه هو انه الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، هذا يحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم. الأشخاص المحجور عليهم كيف ما عندهمش الحق باش معناها يمارسوا حق الانتخاب، العسكريين اللي قاعدين يبشروا في المهام متاعهم، والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري، وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرين ما عندهمش الحق باش يمارسوا هذا الحق الانتخابي، وهذا لضمان انهم يكونوا محايدين وبعيدين على كل التجاذبات السياسية وكل ما يمكن انه يمس من حيادية المؤسسة الامنية والا المؤسسة العسكرية. به نلقاه في الفصل 5 جديد يتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسمين في سجل الناخبين البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، والمتمتعين بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية، وغير المشمولين بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون، كما ينص الفصل السادس على أنه ما يتمش ترسيم بسجل الناخبين للأشخاص اللي سميتهم لكم قبيلة شوي. نلقاه في الفصل 21 يقدم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل المترشح وإلا شكون ينوبه حسب رزنامة وإجراءات اللي باش تحددها الهيئة. المطلب شنو فيه باش تترشح أنت، ويكون فيه حاجات وجوبا لازم تهزهم معك. به المطلب فيه اسم المترشح الكامل، تاريخ ولادته، المكان متاحة، ومقر إقامته، تصريح ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح، نسخة من بطاقة تعريف الوطني أو الباسبور، صورة شمسية للمترشح حسب المعايير اللي تحددها الهيئة، بتروى خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام على أن تتولى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلو البطاقة من السوابق العدلية المشار لها، وصل في خلاص ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية، شهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلدية، شهادة إقامة، أيضا موجز البرنامج الانتخابي للمترشح يكون مصحوب بقائمة اسمية تضم 400 تزكية من الناخبين المسجلين
في الدائرة الانتخابية، يعني اللي هو معرف بها بإمضاء المزكين لدى ضابطة الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا، وحسب المعايير والشروط اللي تحددها الهيئة. يلزم يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور. وحبيت هوني نقول إنه قبل كنت فما تخوفات، معناها مبدأ التناصف تضرب هاوكا المزكين، يعني 400 على الدائرة الانتخابية اللي انت فيها نصفهم نساء ونصفهم رجال بالضرورة، ومعرفين بالإمضاء متاعهم أمورهم واضحة. به نكملوا في شروط الترشح. به عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن 35 لازم يكون حاضر 25%، حتى الشباب زادا تفكرهم القانون هذا، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد. ما يبديش يعطي في صوته هنا وهذا دونك واحد هكاها. به الهيئة تسلم وصل مقابل مطلب الترشح، وتضبط الهيئة حالات تصحيح مطالب الترسيم وإجراءات، وذيك بعض الإجراءات لا علينا فيها. به نجيو إلى بقية الشروط. مثلا خليني نعطيكم بعض الشروط. به الفصل 19، الفصل 19 ينص يحكي على الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، حق لكل شكون ناخبة أو ناخب تونسي، الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية غير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، عمره 23 سنة كاملة على الأقل نهار تقديم ترشحه، نقي السوابق العدلية، غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية، مقيم بالدائرة الانتخابية اللي ترشح عليها. الفصل 20 ينص على أنه لا يمكن للناخبين اللي اذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب إلا بعد مرور عام على انتهاء وظائفهم، وهما أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، الولايات، المعتمدين الأول، الكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد، الأئمة أيضا، رؤساء الهيكل والجمعية الرياضية. يعني هذوما ما عندهمش الحق يترشحوا إذا كانوا يباشروا، وإذا كانوا يحبوا يترشحوا لازمهم عام اللي خرجوا من الخدمة متاعهم، يعني عام كامل. به شنو ما الفصول أخرى؟ قلنا أحكينا على شروط الترشح، أعطيتهم لكم الكل. خليني أقولكم على الفصل 27، يمكن الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات من قبل المترشح المعني أو بقية المترشحين بنفس الدائرة الانتخابية أمام الدوائر الابتدائية. نقول الفصل 28، تتولى كتابة الدائرة الابتدائية المتفرغة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الابتدائية، وتعطيكم برشة تفاصيل في الطعن به. وزادة تلقاو في الفصل 29 استأناف الأحكام الابتدائية أمام الدوائر الاستأنافية بالمحكمة الإدارية. الفصل 31 يقبل المترشحون الذين تحصلوا على حكم قضائي بيت، وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون. هذه بعض الإجراءات الحقيقة اللي متعلقة يعني بإجراءات الطعون واستئناف الطعون وهكا النتائج هذيك الكل. به نلقاو بأنه الفصل 107 ينص على أنه التصويت في الانتخابات التشريعية يجري على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وهذا في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، كل دائرة عندها مقعد كهو. به 108 يختار الناخب مترشح واحد في ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة، يحط واحد كهو. بالفصل 109 إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات اللي تحصل عليها، سواء برشا ولا شوية يصوتلوش واحد كهو، دونك هو في الدائرة ذيك هو الوحيد اللي ترشح، دونك هو باش يتقبل الترشح امتعه به. نحكي وزيدة على الفصل 110، إذا تحصل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة
حلقة من الأصوات في الدور الأول فإنه يصرح بفوزه بالمقعد. في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال أسبوعين الجايين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى وبعض التفاصيل الأخرى. من بين الفصول الأخرى 161 يعاقب بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات وبخطية مالية من 2000 إلى 5000 دينار. كل شخص ثبت قيمه بتقديم عطايا نقدية أو عينية للتأثير على الناخب. عرفتك القفيف وكل الكرادن اللي تتوزع وكتل عشنو وكل عليلش وكل فازيت ذيك الكل، أذية فيها حبس وخطية. به هذا الكل إذا كان فما تأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل اللي حمل الناخب على الإمساك زيادة عن التصويت، باش تمنع وتقول وهي ما تصوتش وخذ الفلوس ولا خذ قفة ولا خذ من عرشنا أي مساعدة، يعني هذا الكل فيه حبس وفيه اغتية. كل شخص يعرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي دونك عقوبات صارمة، 5 سنين سجن وخطية مالية من 2000 إلى 5000 دينار. به نلقاو زيادة جملة من الفصول الأخرى اللي هي معناها الفصل هذية أو القانون هذية فيه عدة فصول بالنسبة لسحب الوكالة، فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة، هذا اللي نص عليه الفصل 34 مطة السادسة. الفرع الثامن جديد سحب الوكالة، الفصل 39 ينص على أنه يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاءه بواجب النزاهة أو تقصيره في القيام بواجباته النيابية وعدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج اللي تقدم به عند الترشح وغيرها من الفصول اللي هي طويلة برشا، ما نحبش نطول عليكم، إن شاء الله تو نرجع عليها في بعض الفيديوهات القادمة.